يعني من المقطع هذا اللي تشوفوا فيه منجل شبيه المنجل مش منجل، وهذه اللي تشبه العتلة. هادو كامل هزاز فيبرور، هذا يقص سعف النخيل والعرجون تتمر. فيه الميكانيزم هذا، هذا القص السعف. شوفوا مخدوم اللاصي، هذا يمضى قابل للشحن كما المستبكري تذكير. ثاني فيه ميكانيزم يركب فيه هذه الآلة. نستعملوا رباعية الشوط لأن العزم تاعها قوي، عندها قوة الإقلاع. الموتور تاعو عنده قوة الإقلاع، يقدر يقطع. درك نشوفوا كيف نركبوا. نحو هذه الأداس لاتات هذه ونركبوها بلاصتها. الطريقة هكذا، نفتحوا لاتات عندك هذا، افتح الأول افتح الدوزيام هكذا. الطريقة هاو نحينا لاتات، هاو اللارب. درك نحطوا المنجل تاعنا، بعد من قريب حط المنجل تاعنا هكذا يولي منجل، هكذا يولي منجل. نهزو آلة الحش، تشعلها وتروح للنخلة. كما هذا العمود، هذا تقدر تطوله وتقدر تزيد له عمود باش توصل للنخلة ولا العنقود ولا العرجون. بنفس الطريقة نركبو العتلة، نفس الشيء هكذا نركبوا العتلة. عندك هذا الزيادة هذه باه تجبد بها، نقولوا السعف اللي قطعته تجبدوا بها، وهذا يقطع هزاز فيبرو تولي هاك. تهزها وتحط على السعف يقطع مباشرة. كيما هذا يختصر الوقت بزاف والمال، قادر يخدم لك من مثلا يعوض لك ممكن 10 حتى 15 خدام ويعطيك خدمة مليحة ثاني.